الحمد لله. هلا والله شباب، هلا والله صوتي. رجعت لكم اليوم مقطع جديد عن لعبة تنقيب عن الذهب. مثل ما تشوفون هناك على بعد، الآلات كلها معطلة وتقريبا واقف الشغل. فالحلقة هاي إن شاء الله ما راح نعدل على الآلات، لا الحلقة اللي بعدها راح نعدل، وراح يكون إنه الضرر هذا راح يكون خفيف. بداية اشترك بالقناة وفعل الجرس عشان يصلك كل شيء جديد. قبل شوي حطيت القاعدات هذه، ظل علي ناقصني واحدة وشان بلش بمشروع جديد اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد يا سيد العزيز. خلينا هسه نروح ومشان نبلش بالمشروع الجديد، لكن بداية خليني اروح طفي الالات من هنا، لانه خلاص اتوقع انه صار لازم انه نطفيه عشان لانه تعطلت بشكل كامل. هنصلح هذه وهي خلصت منها. يلا اوكي، راح نروح حاليا على المتجر ونشتري كم شغلة تكون اسطورية. مثل ما تشوفون في قرابيع كثيرة هان حوالينا، لكن ما عليكم منها. اللهم صل على سيدنا محمد. راح نروح نشتري كم شغلة ونشوف حاليا معانا شو راح نسوي. وقف معنا، لا خلينا نروح نكمل نكمل نكمل. نلف على اليمين، لا 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 لا، شكلي اني ضيعت. اوكي شكلي ضيعت. المكان اللي بدور عليه هو السفينة. اتوقع انه اغلبكم عرف شو هو مكان السفينة او شو ينباع داخل السفينة. خليني اروح واخبركم شو في داخل السفينة. اوكي شباب، حاليا طبينا على السفينة. خلينا بس ننزل. اوكي نسيت وراي فلوسي، ياهو. نرجع فلوس عادي. كم مثل ما تشوفهم هاي الالة، هسه راح نقولكم شو راح نسوي بها. في شي نقدر نشتريه انا. اوكي هاي المفك هذا، تمام 220 مو مشكلة، ايزي. ناخذ المفك حاليا ونروح ونحطه بالسيارة. نقولكم شو راح نسوي اول باول. خلي فلوسنا هان حاليا، نجي نرجع، راح نرجع على المكان تبعنا وبعدين اقولكم شو راح نسوي. اوكي شباب، هاي الالة حاليا راح نحطها بالمكان هذا. خليها صادة جاي. اوكي وبرضه لا، قلنا خليها صادة جاي، ما قلنا صدي غاد. جاي اوكي لقدام شوية، اللفتي جاي تمام، هسا امورها طيبة. وبرضه راح نجيب المفك تبعها، المفك اوكي جاي. خلي المفك هنا عشان نقدر نشتغل عليها هسا بامور طيبة. وفي برضه انا لازم انقل العبده هاي مشان نقدر نكمل الشغله اللي بدي اشتغل عليه. خليكم معاي مشان تعرفون شو راح اشتغل. اوكي شباب، حاليا مثل ما تشوفهم، لكن خلينا بالاول. اوكي خليني نام، تمام، مشان ما يصير يعني شويه جو عندكم مغيم. حاليا اللهم صل على سيدنا محمد. بدايه لازم اني اصنع سيف. مضطر اني اصنع سيف. ما عليكم من القرابيع هاي. ما عليكم منها ابدا. خليني بس اشوف انا الحديد. اوكي الحديد الثانية تمام. نجي لهان، جيب لي السلكت الحديد هذه. هاي لازم اني اللهم صل على سيدنا محمد اقطعها. بس المنشارة وينها؟ شكلي ماني مشتري منشارة، هيك شكل او الظاهر. اوكي هذا الميزان، شو هاي؟ هذا الميزان خليه معانا بعدين راح يفيدنا كثير. بس منشارة ما ادري عاد، اتوقع اني جبت منشارة معاي لهنا. اوكي تمام، هاي هي منشارة تمام. لانه هسه اذا فرجيكم هان حاليا، اذا جبت السلكة الحديد هذه وحطيناها على الميزان راح تشوفهم انه سعرها راح يكون قديش، 16000. اني ما ودي يكون سعرها 16000، لانه اللي مطلوب مني شيء بسيط جدا جدا. خليني بس بالاول بلش على الفرن هذا، احميها وبعدين خليني هان اقسمها وبعدين احطها. ما عليكم، اعرف انه راح اروح ذهاب ايام لما اضبط اموري بالضبط. اوكي وانا المنشارة تبعيتنا
وين حطيت المشارة أنا؟ حطيتها عند هاي؟ لا تمام، هاي المشارة راح ناخذ المشارة حاليا معانا ونقسمها تقريبا نخليها وبعدين نرجع نحرقها مرة ثانية. هاي اثنين حطها الآن، هذه خليها هان حاليا، لكن هاي راح اقسمها مثلا واحد، وبرضو هذه اثنين. تمام خلاص، هذه راح اسويها هان. تمام، هاي راح اخليها ثلاث اقسام. ليش ثلاث اقسام؟ لانه يحتاج منا الشيء اللي ودي اياه هسه حاليا، سيف ليفل ثلاثة، هاي 1 وهاي 3. اوكي تعال جاي، خليني احميهن، حمي وبرضو جيب لي هذه 1 2 3. اوكي هذا هي المهدة معانا هان. تمام، حط لي هذه هان، حط لي هاي فوقيها، والثالثة برضو فوقيها. نرجع ناخذ المهدة ودق يا مدير. هذا معانا السيف حاليا، لا 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 لا، لازم اني احط الامور تبعيتها. تمام، اخلي هاي هان وارجع هذه احطها هان، وخليني اخذ السيف على المكان اللي ودي اياه، وهسه ارجع لكم. بس وصل لهناك راح ارجع لكم. اوكي شباب، حاليا وصلنا مثل ما تشوفون هنا على السفينة. راح ننزل تحت على هان، راح احط هذه هنا. اوكي شلون بدي احطها هنا عاد؟ هاي راح تاخذ. اوكي لازم شكلي اطلع فوق. تمام، احط هذه هان يا مدير. تمام خلاص حط هنا. هذا 174 مثل ما تشوفهم، وبرضه اذا بدي اخذ البلو برنت هذه حطها هان، تحتاج 12. شايفين قديش في فرق مع اني قسمت هذيك؟ بس عادي مو مشكله، انطيناهم اياها على الفاضي. راح ناخذ بلو برنت هذه وراح نقولكم شو راح نقدر نسوي منها. راح نسوي اليوم شموع، يب راح نقدر نسوي شموع، وبرضو راح اللهم صل على سيدنا محمد نصير نبيع شموع، نبيع الشغلات هذه وزينه وديكورات وما عليكم من هالسالفه. خليكم معانا، بس خليني بس ارجع باتجاه المعاكس. اوكي اوكي شباب، مثل ما تشوفوا هاي بلو برنت تبعيتها. اذا حطيناها مثلا بالمكان هذا ونروح نجيب ذهب، اعرف انه راح نتغلب بالمشوار هذا، لكن حطيتها هناك بعيدة مشان ما يصير لاج من الالات هذه، ونجيب العيد تعرفون. اوكي لقلقت من هسه. نجي لهان، وهي فرغناها اوريدي، لكن فلناخذ هذه نروح لهناك ونصنع عن طريقها شموع. راح تكون غالية هاي، راح اصنع تقريبا اثنين، واحدة مشان البلو برنت الثانية، وبرضو الثانية راح اخليها اللهم صل على سيدنا محمد مشان ابيعها. لازمني هسه على المطرقة هذيك مشان ما عاد كل شوي اخذها. اوكي اقسمها يا مدير، حط هذه هان، خلي هذه هان، نرجع نقسم هذه، خليها اجزاء مجزأة. ناخذ هذه معانا، وين احط هذه هان اتوقع؟ اوكي ونجيب المفك معانا هذا، لا اله الا الله. اوكي هذا المفك، واذا حطيت انا اوكي لازم ثلاث سبايك اتوقع. خلينا احط منه، حط ثلاثة، واحد اثنين، وجيب لي هذه. اوكي تمام، هاي مشان بلو برنت ما راح نبيعها هسه حاليا. دقيقة، لازم احميها يعني. تمام شكلي لازم احميها، مو ضروري انه ثلاثة. خلينا نجرب احنا شو ورانا تجربة. اوكي نجيب هذه هسه، وين الثقيلة منها؟ خلاص نكسر واحدة من هان، جيب لي هاي، خلينا نجرب. اوكي المفك يا مدير، ابلع واحدة. اوكي اوكي تمام، هاي مشان البلو برنت الثاني. خليني اخذ هاي ونحطها هان، وخلينا نرجع نشوف اللهم صل على سيدنا محمد المكان اللي نبيع بها. صراحة بعدني ما عندنا، لكن راح ادور واشوف. اوكي شباب، وصلنا هان تقريبا على السفينة. خلينا نروح ناخذ البلو برنت الثانية ونشوف شو نقدر ناخذ حقنا. فتحت البريق هذا، خليني احط هذه هانا. وين طفتي؟ وين قفشت علينا؟ تعال، لا حول ولا قوة الا بالله، اثبتي.
خلاص انت تتوقع تمام 24، وهذا حاليا هذه اذا جبتها حطيتها هنا تحتاج 12 بس، مع انه انا جايب 24 بس تمام خلاص. ناخذ هاي ونرجع، هذا اتوقع انه تحتاج حديد عشان نقدر نصنعها. خلينا نشوف نجرب صناعها. اوكي حاليا وصلنا. خلينا ناخذ البلو برنت هاي ونحاول انه نصنع البريق هذا. خلينا نحط هذه هنا مثلا، نرجع نحط هذه هنا بالمكان هذا. اوكي ونحتاج حديد تمام. خليني بس اسخنها تمام، اتوقع انه هي كافي. اوكي وين المفك هذا؟ تمام يحتاج ثلاثة يعني. ايزي عزيزي ايزي ايزي. دقيقة قول 1 2 تمام. جيب لي اياها هنا الحمين بس، ما ادري عادي اذا له علاقة بالحماية ولا لا، بس احنا شو علينا نحميه. وين المشكلة؟ تمام حط هنا. جيب الثانية، شكلي لازم اقرب هذه الفرن لانه راح يكون في شغل كثير عليها. اوكي حط هذه الثالثة وجيب لي المفك يا مدير. طيب اوكي اقدر اصنع ثلاثة، لكن ما راح اصنع ثلاثة حاليا، راح اصنع واحد وراح نجيب البلو برنت اللي بعدها. اوكي يلا نقول يا رب. اوكي شباب حاليا وصلنا مثل ما تشوفهم هنا، راح احط البريق هنا ونشوف قديش سعره. 87 يوه، هسه حاليا اقدر اخذ هاي واقدر اخذ هاي، لكن خلينا بهاي هسه ونشوف انا الطهان. اوكي بس هذه شو كم صنع؟ جولد ولا حديد عاد؟ اوكي اوكي جولد جولد ولا لا برونز؟ اوكي اوكي برونز برونز، اتوقع انه برونز. خلينا نشوف حاليا هسه نحتاج 18، عندي 87 جيب جاي. اوكي المفروض يعطونا تعويض بس شكلهم نصابين. يلا نروح على المكان ونشوف الاداة الثالثة شوية. درع ولا شو؟ لا وين راحت هذه؟ هذه هسه راح نتركها ورانا. اوكي هسه نروح. اوكي حاليا وصلنا ونمنا، وخلينا ناخذ البلو برنك هاي ونحطها بالمكان هذا. اوكي اتوقع انه هسه صار لازم اني استخدم البرونز، لكن خليني بداية اجرب اذا تزبط الحديد ولا لا، او لا خليني اجرب اذا تزبط البرونز ولا لا. صافي عندنا سبايك كانت كثيرة ولازم نجيب لها خزنة عشان نقدر نحفظها. خلينا نروح نجيب البرونز ونشوف هسه النتيجة معنا، انه ما اتوقع انه حاطينه لشيء يعني عشوائي او شيء فاضي. خلينا نشوف هسه حاليا ونقول يا رب. راح اقسمها طبعا، ما راح اخليها، راح اقسمها. اوكي خلي برونز هنا وجيب لي المنشارة يا مدير، ويلا انشر 1 2 3 تمام. راح اخذ هذه احميها، هاي الذهب بعدها نجيب اياها، خليني احطها هنا مو مشكلة. نحميها ونحط هناك ونشوف اذا تزبط ولا لا. اوكي تمام حط هنا جيب للمفك ونقول يا رب. اوكي صنعنا درع تمام حلو. خلينا نروح نجيب البلو برنت اللي بعده، يعني اليوم ان شاء الله راح نختم البلو برنت ان شاء الله. وين راح هذا الدرع معنا؟ بس خليها هنا وخلينا نروح يلا. اوكي ناخذ الدرع معانا هنا ونروح نشوف ناخذ البلو برنت اللي بعدها، ولازمني برضو اللهم صل على سيدنا محمد بريك ثاني عشان اجيب هاي. اوكي اوكي بس خليني ناخذ حاليا احط هذه. اوكي خذينا هاي، خليني هسه اخذ القفص ولا اخذ اللي فوق؟ لا راح اخذ القفص حاليا ونشوف. نحط هذه هنا يا مدير، قديش وزنها؟ ثلاثة؟ لا يا مدير لا لا، ظني اني صغرتها كثير. ناخذ القفص، لا جيب جاي خلصان. احتاج 16 مو ممكن. اوكي اوكي لازمني مشوار ثاني بسبب غبائي، لازم اصير اشتغل على الميزان. اوكي شباب حاليا مثل ما تشوفهم راح ناخذ هذه مرة ثانية ونشوف هالمرة هاي الدرع اكبر تقريبا باربع او خمس اضعاف اني جبت العيد وحطيت واحدة كبيرة. اوكي قديش صار؟ ثلاثة. لا اشيل هذه نحطها هنا، اشيل هذه نحطها هنا يا مدير.
هذه والله عملاقة يا أخي، والله عملاقة هاي. ها؟ اوكي شباب، وصلنا حاليا وجبنا الدرع هذا، وان شاء الله راح يكون يعني قد المقام، ويكون نقدر ناخذ منه بلو برنت هذه او هذه. تمام، خليني ارجع احطها مثلا، خليني اشيل هذه. اشوف الاحجام حاليا معانا، هاي اكبر من هاي وهذه اكبر من هاي. اوكي، قصدي هذيك اكبر من هاي. جبت العيد انا بالحسبة. تمام، خليني ارجع ورا بس، خليني احط هذه ان شاء الله يجي معانا من أول ضربة. بستك يا أخي، ها حط وخلصني. أوكي 16، تمام. راح آخذ هذه أحطها هنا، أرجع آخذ القفص هذا وأحطها هنا. أوكي تمام، قول يا رب. تمام، صار إلي هسه، ونقول يلا طيارة. خلينا نصنع هذه. أوكي شباب، حاليا جبت البلو برنت هذه، ونشوف خلينا نشوف هذه. اوكي خل نحطها هان. تمام، هاي تحتاج برضو برونز. يوه هسه حاليا ما راح نقدر نصنع هاي، لانه نحتاج برونز، وبرونز ما عندنا، اللي عندنا هو ذهب. حاليا راح اختم هنا، اتوقع انه انجزنا الكثير، جبنا تقريبا 1 2 3 4 بلو برنت من هذولي، وخلص علينا برونز. مشان هيك محتاج اني افك شوية خلف الكواليس، وبرضه اصلح العدة هاي كاملة مكملة. بالحلقة الجاية راح نجيب باقي البلو برنت، وما ادري عاد اذا لحق اجيبهن ولا لا بالحلقة الجاية. او اعرف ان الصوت كان مضروب شوية، كنت ناسي المايك مرفوع، معليش اعذرونا. الحلقة هاي راح تكون شوي تعبانة، لكن برضو ما ودي ارجع اعيد كل شيء هذا، وبالاحرى ما راح ينعاد، لكن عبارة عن تأفيك زيادة. راح اختمها. شكرا لكم على المتابعة، شكرا على الدعم، نختم مقطع بصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.